معركة دون رابح مع خسارات وازنة على الجهتين، هذا ما أظهرته سيناريوهات متعددة تحاكي غزوا صينيا لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب الصين باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر. 24 سيناريو أجراهم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن استبعد جميعها خروج الصين منتصرة من هكذا حرب، بل دفعها أثمانا هائلة. وبحسب المحاكاة، الحرب ستترك البحرية الصينية في حالة من الفوضى وتحطم جوهر قوتها البرية والبحرية، وستفقد الصين 155 طائرة مقاتلة و 138 سفينة كبيرة وفق التقرير. خساراتها تمتد لقواتها مع توقعات بمقتل حوالي 10,000 من جنودها وأسر عشرات الآلاف. وفي خانة المدافعين عن تايوان تقف كل من الولايات المتحدة واليابان، البلدان سيخسران عشرات السفن الحربية ومئات الطائرات المقاتلة وخسائر بشرية بالآلاف. فمعظم السيناريوهات تتوقع أن تفقد البحرية الأمريكية حاملتي طائرات وما بين 10 إلى 20 سفينة مقاتلة كبيرة، فيما تقول التوقعات أن نحو 3,200 جندي أمريكي سيلقون مصرعهم خلال 3 أسابيع من القتال، أي نحو نصف ما خسرته في عقدين من القتال في العراق وأفغانستان. اليابان أيضاً خسائرها ليست بقليلة وفق المحاكاة، أكثر من 100 طائرة مقاتلة و26 سفينة حربية. حالة شلل ستعانيها البلدان الثلاثة في حال حدوث الغزو واسع النطاق للجزيرة البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، لكنه مستبعد وفق خبراء. فرغم قيامها بعمليات توغل منتظمة في المياه والمجال الجوي قرب تايوان، إلا أن بكين لن تخاطر بهكذا مناورة معدومة النتائج وتضر اقتصادها بشكل هائل.